السلام عليكم خاوتي الاعزاز، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم راه كاينه واحد الجماعه اللي راهم دايرين واحد الشوايه وقال لك الملفوف وكذا، انا رايح نتجيش عليهم. وكما عودتكم دائما هذه الحلقه خاوتي راح تتمثل في وليمه وليمه وش من وليمه. الله يبارك ما شاء الله، مجموعه من الشباب وكما تعرفون ناس الصحراء اهل الجد والكرم عرضونا على وليمه وش نقولكم مليمة في المستوى. خليكم تتبعوها غير بشويه في الفيديو، ما تبوجيو لا هكذا لا هكذا، تبعوني وابقوا معايا. ايوا خلاص اخويا مراني نستنى انا يا بي حرمينا الجمر. واحد المغيه اخرى من الشراح نديروها تولي هي تسمى بيتزا طاطاليانو، عندنا شخشوخه فاهم وش هو شغل هذه هذه شخشوخه في الكود فاهم. الله يبارك الله يبارك النهار اخويا نستنى راني نستنى انت هو ام وليد تاع الصحه. الله يبارك. السلام عليكم خالتي، كيما راكم تشوفوا راه فيها الملفوف شي هذه يا بابا. كاين واحد المنظر راح نوريه لكم اخواتي، المنظر هذا على بالي الناس كل تحبوا باك تشوفوه. السيد كيفاه راه مش لاتي، خلاص راه مش لاتي. واش نردي خويا شي هذا؟ الله يبارك الله يبارك. هذا هو اللي راح نديرو زعما ملفوف ولا هذه لا كوبيد ولا روعه يا روعه. انك رائع. يا نهار يا انه لحم طازج بالطاقه الشمسيه قدر يا واليمين اليمين راه يخدم في السكوتي برك، راه ما كاينش راه غير ساكت برك، وراه غير سواني غير برك غير بشويه برك سكوتي برك سكوتي. يا والله هذا الملفوف. اش فبك خياطي باش فبك شويه سمت شويه شويه برك شويه لا مازال نطيب مازال نطيب باش نطيب باش يجي ساهل في التكسه ها ومن بعدك تدير عليه الشحمه زوز مراحل زوز يبدو لذيذ يبدو رائع. ما هذا؟ ماذا هو ماذا قلت؟ العربية المهبول طبعا. نعم انه رائع انه يبدو طازج. هذه كبده مغلفه هذه كبده مغلفه المشكل ما خطرش انا كيما كنت كي نديرها لازم تنشف لازم تنشف اه ايوا خلاص وبعدك تولي تحكم الكبده ها كيما راك دير هكذا وتوليها على الكبده. ايوا سح 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 لكل منطقة في الجزائر عاداتها وتقاليدها. الجزائر باختلاف تضاريسها وثقافاتها اي بلاصة تروح لها تلقى ناس عندهم عادات سبيسيال وقعدة سبيسيال وهدرة سبيسيال. حقيقة الجزائر قارة بمعنى الكلمة. كيما راكم تشوفوا خاوتي راه قاعدة هنايا خلوية خلوية حتى الزعوي علي راه مش لاتي راه مش لاتي. اي اي يا غيا يلا بهكا يلا بيا ايها صحيت علي. قاعدة راها خلوية شوية ملفوف الكبدة راها حاكمة الملة معاها والملة معاها حق رانا نسيناها حبيبنا. واش قريب توجد الملة ولا؟ هاي خلاص هيا مريقلة سما وين راه مول المرميطة راها توجد ديرلو ديرلو عليه سلط عليه الضوء سلط صحيت الحالة زوج واش نورمال هو يصور هذيك انا قلت له
هذيك والله كان مشاهد عرس عباد ثاني ما نسوهش. دير في التيك توك. اسامة انا خلاص هذو نجي نبلش معاك. كنت نقلب في السيد. قدامة. اه باش تقول لي في عرسي. لا 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 والله فكرتك برا. لا 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 طالب نديرو جماعة. وين انت بنتك انا نكحل عنها. شنو كليل؟ كليل جبل. كليل جبل هكذا. كليل الخلوي. هاي هو كليل الخلوي هكذا اسمه. هو يتخلوى هو. مع المسوف يتخلوى الكليل الجبل. راه عطا الماء المخروق هو. وين المخروق؟ لا كل بلاد ورطالها صح. كما راكم تشوفوا خاوتي هذه هي كسرة الملة من العصور القديمة. ناس الصحراء عاشوا بها لعقود كثيرة وكثيرة وما زال يومنا هذا يستعملوا هذه الطريقة الصحية جدا جدا. صحيت 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 غير هضرة حيت حيت وين جايه هذه بحيره تما ثاني تقعر في تكرد تكرد ناس ما صاحوش والله يا خويا والله ما نعرفوهم. عيطني كي تجيك الخطره زي عيطني نديك لواحد زوج بحيرات راسك يقلص والله روحوا بنعمل راسك مقرب يا سيدي سليمان من قاري راح تبقبق هذه لاصوص اللي راح تجي ان شاء الله. الله يبارك ما شاء الله ان شاء الله يا ربي. كسرة الملا يا خويا يا خويا يا خويا ما بك يغسلها. لا ما تغسلوهاش توما. ندير في التراب باش تنحالها الجبل. باش ديروها؟ تراب تراب. لا بالك شفت. كاين اللي ياخذها نبضان بمساشي ولا حاجة. أيوا. وكاين اللي يغسلها. الحق الله غسيلني ما شفتش. أنا ثاني. غسيل في العشينة. ما يصلحش. أنا شفت. صح التراب. انت من راس شفتهم انا يغسلوها يغسلوها ويفتوها ومن بعد يديروا الصوص. هذه اسمع الحال تاع السميد باش تحت خيار ينفذها توفيق. ايوا سميد هذه عشان تكشرت. اي شفتها شفتها. الموس هذيك ولا هذاك السم هذاك ولا هذا لاصوص تاع شحال من زيت البوم
بوفكر خاص يكون كلمة. كلمة يلا. قول كلمة. الأبطال هنا الكبار تحدد مين. لا وأنت هو البطل، أنت هو لافو سونتر. هو العب سوق. أنت هو رأس الحربة. قلنا كلمة يا طباخ. إن شاء الله والله جت مطلوبة تاعها سيدي العام إن شاء الله الخطرة الجاية. نديروا فيها كبش. إن شاء الله ها الهدرة صح هذه هدرة زينة كبش. كبش مشهور ديركت. ها أيوا. قالك ضرب بالفاس ولا عشرة بالقدوم ان شاء الله ان شاء الله نجو نحضروا لك نديروا لك ولا غير نجو لا لا تثبت خطوه لا ما نجوش محمد دور هنا دور هنا دور هنا راجل كلم اسامه كلم هذيك عذاب 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 جاي من غير يمن طالع اش في لاسارت محمد محمد واش الجبر ما تخدم ما ياش حاسه موضح حال ما كاينش منها يا ودي كنت نشوف في واحد الحلم يا جابر وش نقول لك غير ملفوف وتقل ودي واحد القعده والله الله غير الله يعني تنوض فيا لا لا والله غير كنت بيان المهم خاوتي ما نوصيكمش بارطاجيو وابونيو في الماشين يوتيوب انستغرام ما نوصيكمش ومازال